بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه مستشفى كلكم عارفينها، مستشفى بهية. انما ما حدش يعرف ايه قصه مستشفى بهية وليه اتسمت بهية. وفي ناس افتكرت انها اتسمت بهية ان مصر هي بهية، لكن الحقيقه ان المستشفى اتسمت على اسم سيده فعلا اسمها بهية، سيده بهية وهبي. وسيدة بهية وهبي تبقى أخت الفنان الكبير يوسف وهبي. والسيدة بهية وهبي كانت متجوزة السيد حسين عثمان من عيلة عثمان، وبعدين هي جالها مرض، فهي تمنت وهي مريضة إن هي يكون عندها مستشفى في يوم من الأيام تداوي الستات لما تمرض مرض زي هي مرضته أو شابه لكده. وكانت الأمنية دي بتقولها للي حواليها. ومرت الأيام وفاتت الأيام وتوفت الست بهية، لكن بعد ما توفت جوزها فضل بيحمل الحلم إن هو نفسه يعمل لمراته حاجة زي كده. وهو كان يمتلك مزارع دينا، فقرر إن هو ياخد حتة أرض كبيرة في مزارع دينا ويحولها إلى مستشفى. وبدأ فعلا وبدأ الرسومات واخد الموضوع بمنتهى الجدية. وبعدين ولاده قالوا له يا بابا محدش حيجي، بالذات لو سيدات، يجوا المستشفى في قلب الصحراء، يعني لا دكاترة حييجوا ولا مرضى حييجوا، فانت هتصرف كتير قوي والنتيجة ان انت مش هتحقق حاجة. فكانت النتيجة ان هو وقف المشروع وتأخر المشروع، وبعدين هو توفى بعد كده. لكن يبدو يا جماعة ان النوايا الحلوة والوفاء للأب والأم ثمنه كبير قوي عند ربنا. يمر أيام وشهور وسنين ويفضل الأبناء يشعروا إن عليهم واجب تجاه أبائهم، عليهم دين، عليهم وفاء لازم يوفوا فيه أمنية أمي وأمنية أبويا كمان من بعد أمي. ويقرر الأبناء إن هم هيعملوا مستشفى باسم أمهم بنفس التخصصات اللي أمهم تمنتها، ويقيموها في مكان في منطقة الهرم، حيث يعني عندهم أرض تصلح لهذا المكان، ويحطوا طمن الأرض ويبنوا الأرض ويبنوها في أوقات صعبة، وتطلع الأرض ويحطوا مبالغ ضخمة جدا عشان تطلع مستشفى يتعالج فيها مئات بل آلاف من السيدات الآن، ويكون كل ست بتتعالج فيها في ثواب الأم اللي توفت وهي جواها أمنية حققها لها ولادها. يا أباء ويا أمهات، اتمنوا نوايا حلوة بس مش كفاية، وربوا ولادكوا تربية حلوة عشان لما نموت يفتكرنا ولادنا ويحققوا أمنياتنا اللي معرفناش نعملها وإحنا عايشين. بسمة أمل لبر الآباء بعد موتهم، بسمة أمل للخير، بسمة أمل شكر لمستشفى بهية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.